والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا عبرة المؤمنين، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك. سيدي ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم سادتي، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم، كربلاء دهر يحار به ذو الألباب، دهر يحار به ذو الألباب، لا زال يأتينا بكل عجاب. أعلى رواسيه تطول وهاده، وعلى الرؤوس تطاول الأذناب. أو مثل حيدر وهو ليث خادر، يلج العدو عليه وسط الغاب، علموا بأفعى بأسه مرصودة بوصية نفذت وسبق كتابي، فتواثبوا بغيا عليه وأحدقوا في داره بالنار والأحطاب. من ذاكر بنت النبي ولا من مناد وفاطمة، من ذاكر بنت النبي وقد رأيت حرق المحل عزيمة الأصحاب. أبتاه أدركنا فقومك كلهم من بعدك انقلبوا على أعقابي، كسروا ضلوعي، لببوا بعلي، هوى من عصرهم حملي على الأعتاب. قال تواروح لبويا وبسعي، أباروح لبويا
وسعي أبا وقع على قبره وبنعي أبا صيح يا سوري ويمنعي على ويشني كسرون ضلعي. ثم جلست على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقامت تشتكي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي هويلي من غبت يا زين المعاني عدواك ترى للبيت جاني لطمني على عيوني وعماني ومن القوم ما واحد حماني يلا وياي ومن القوم ما واحد بويا وآمر على عبده وضربني ومن ضربته للقاع ذبني قعد يا بويا وشوف متني من القوم ما واحد حشمني أمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد عن إمام الصادق عليه السلام أنه قال من عرف قدر جدتي فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. في كلمة لإمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يشير في هذه الكلمة إلى عدة مداليل تحيط بالمرأة التي تحاط بالمعرفة ولا سيما إذا تعلقت المعرفة بسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فاطمة الزهراء عليها السلام. من تجي إلى السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها التي ما فقد العالم امرأة مثلها أو ما خسرت البشرية امرأة مثل فاطمة عليها السلام تريد تعرف مكانة هذه المرأة تريد تعرف رتبة هذه المرأة تريد تعرف على أي قدر لابد أن تقدر هذه المرأة بكون المرأة أما بكونها أختا بكونها زوجة بكونها بنتا إلا أن الزهراء عليها السلام لها ما لها من الخصوصية عن جميع نساء الأرض أجمعين. والمعرفة التي ترتبط بالزهراء عليها السلام ليست معرفة لأي امرأة في الوجود وهذا بحث عند العلماء أن المعرفة تنقسم إلى قسمين معرفة ذهنية ومعرفة وجدانية. المعرفة الذهنية في العقل المعرفة الوجدانية في القلب. إذا جئت إلى المعرفة الذهنية التي موطنها القلب التي موطنها العقل
ونظرت إلى الزهراء عليها السلام تشعب المعرفة إلى ثلاثة أنواع: معرفة جلالية، ومعرفة جمالية، ومعرفة كمالية بالزهراء عليها السلام. أما المعرفة الجلالية فجلال الشيء شكله. اجي إلى شكل فاطمة عليها السلام، شكلها هو شكل رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك لما أن فقد علي عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله، فقد شخص النبي وشكل النبي، لكن عند تمثال مصغر لرسول الله صلى الله عليه وآله، عند قالب مصغر للنبي وهي فاطمة عليها السلام. لكن يوم فقد الزهراء ما عنده، من بعد الزهراء كأنه فقد النبي مرة ثانية وفقد الزهراء معا، فصار الفقد مربع. فهذا الشكل اللي حملته مشيتها مشيت النبي صلى الله عليه وآله، كلامها كلام النبي، منطقها منطق النبي. تمثل هذا الفقد في قلب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. اتجي إلى المعرفة الجمالية، لما تريد تعرف الزهرة من ناحية الجمال، والجمال يهتم بماذا؟ يهتم بالمقام، مقامات الزهراء عليها السلام: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، من أحبها فقد أحبني، فاطمة يرضى الله لرضاها، يغضب لغضبها، كنت إذا اشتقت إلى ريح الجنة شممت ريح ابنتي فاطمة، الإمام الحسن العسكري: كلنا حجج الله عليكم، وجدتنا أو أمنا فاطمة حجة علينا، إمام الكاظم عليه السلام: أما والله هتك حجاب الله بالدخول على جدتي فاطمة. كل هذه الأحاديث تشير إلى مقام، تشير إلى جمال. كل جنبة، كل شخصية من الشخصيات المحيطة بفاطمة عليها السلام فقدت ركنا متكامل. النبي صلى الله عليه وآله وهو في قبره، هو مو مفاقد، فاقد الزهرة، فقد بنتا، أمير المؤمنين فقد زوجة، فقد عونا على طاعة الله، أولادها فقدوا أما، كل واحد على مستوى. فلا يلام الفاقد لأمه حينما يستفرغ عبرته على قبرها، حينما تهيج به جميع الذكريات في 3 أيام مجلس فاتحة على أمه، ما يلام، لأنه فقد كل الجمال. الشيخ الأنصاري زعيم الحوزة العلمية فقد أمه، ويوم اللي فقد أمه أجهش بالبكاء، وهو زعيم الحوزة العلمية، أجهش بالبكاء، وظلت عند عادة في كل يوم، في صبيحة كل يوم قبل الدرس، قبل أن يذهب لتدريس البحث الخارج، يذهب أولا إلى قبر أمه ويقضي وطر من البكاء على أمه عند قبرها، ويقرأ لها شيئا من القرآن، ثم بعدين يعرج على الحوزة على الدرس. فأمسكوا بعض فضلاء الحوزة، بعض العلماء، قالوا إلى شيخنا:
مقامك ورتبتك تحتم عليك أن تقتصر مثلا على قراءة الفاتحة قبل الدرس لأمك، بعد ما يحتاج تروح إلى قبرها في كل يوم. فأجهش بالبكاء أكثر، فقال: أتدرون على ما أبكي؟ على ويش أنا أبكي؟ شوف المعرفة له، معرفة له لأمه في قلبه، معرفته إلى أمه في قلبه. أتعلمون على ماذا أبكي؟ أنا ما أبكي على محض الأم بما هي أم، لقد كانت أمي حبلا موصولا بيني وبين الله سبحانه وتعالى. أنا أبكي على هذا الحبل اللي كان موصول بيني وبين الله، وهو دعاء، دعاء أمي. أي واحد عنده حاجة يتوسل إلى الله بجاه أمه، يروح وقبل جبهة أمه وقبل يد أمه، ها؟ ويقول لها: أمه عندي هالحاجة، في تعقيب الصلاة لا تنسيني من دعائك. يعني دور المكان المناسب والزمان المناسب. دعاء وعندك أنت وأنت ابن المنبر، دعاء الأمهات، يوم تاسع ذكرى، دعاء الأمهات في حق أبنائهن مستجابة الأكبر. هذه معرفة الجمال، المقام، معرفة الكمالية بالشيء. عندنا معرفة جلالية، جمالية، كمالية. جلالية للشكل، جمالية للمقام، كمالية المعرفة بسر الوجود. شو يقول الإمام زين العابدين عليه السلام؟ وأما حق أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا، وأرضعتك من ثمرة قلبها، وغذتك وسهرت الليالي من أجل راحتك. ولذلك تشوف بعض الناس يبدون تذلل وخضوع وسرعة استجابة لطلبات أمهاتهم، هنيئا لهم. ليش؟ لأن يعرفون معرفة جلالية وجمالية وكمالية، عندهم أرقى معرفة بأمهاتهم. أزواج عندهم أرقى المعرفة بزوجاتهم، آباء عندهم أرقى المعرفة ببناتهم، يكون يكرم هذه البنت، وبعدين إذا جاها زوج يعطي هذه البنت في يد أمينة. وتشوف السيدة الزهراء عليها السلام، أشار الإمام الصادق عليه السلام في هذا الحديث: من عرف جدتي فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. لأن يعني الزهراء عليها السلام مو فقط سيدة نساء العالمين، لا، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وسيدة رجال العالمين من الأولين والآخرين. أعظم امرأة على وجه التاريخ. وجي إلى الزهراء عليها السلام مع هذه المعارف الثلاث، وتريد تعرف سر الوجود التي دارت على محبتها القرون الأولى. الزهراء عليها السلام: لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة ما خلقتكما. النبي وعلي. إذن الزهراء عليها السلام أي عظمة! ليش؟ من عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القدر.
وإيش يعني الربط بين الزهرة وبين ليلة القدر؟ بلغنا الله وإياكم شهر رمضان، وشوف أحد من العلماء يدري أي ليلة ليلة القدر؟ يقولون ليلة 19، يقولون ليلة 21، 23، 25، 27، 29. ما واحد يجزم يقول لا هذه الليلة. إذن في سر لليلة القدر، من هو يدري وين قبر الزهرة؟ شوف هذا علاقة شنو؟ مشابهة يسمونها، علاقة مشابهة. من يصعد الخطيب ويقول صلى الله على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، والسر شنو هذا السر؟ والسر المستودع فيها. إذن للزهراء أسرار، أسرار عظيمة لفاطمة، ولذلك بفقد فاطمة عليها السلام فقد الإسلام المحمدي الأصيل أروع مثال لكل أم، وأروع مثال لكل زوجة، وأروع مثال لكل أخت ولكل بنت. ولك أن تنظر في التاريخ وتشوف الكلمات المستفيضة للأئمة وللعلماء عن سيرة الزهراء عليها السلام، وكل ذلك عمر الزهرة 18 سنة في ريعان الشباب. وتعالوا شوف كيف حلت مرارة الفقد على كل من علي وأبناء علي بفقد فاطمة. يوم اللي ظلت الزهرة عليها السلام على فراش مرضها، على فراش منيتها، لأن الزهرة ما ماتت موتة عين وانت ابن منبر. 18 سنة ما ماتت موتة عين. بعض الأخبار تقول أن الزهراء بعد يوم الدار، سمي ذلك اليوم يوم الهجوم بيوم الدار، أن الزهراء عليها السلام بعد يوم الدار كانت تسعل دما من صدرها من وخزة ذلك المسمار. وانت متخيل ان هذا المسمار مو مسمار عادي مثل هذه المسامير، لا، مسمار يقفل به الباب، زايد على هذا المسمار كان حار، لأن أول ما اشتعلت النار فيه هي صفحة الباب، باب فاطمة. أول ما اشتعلت الباب في وين؟ تأسوا بفاطمة عليها السلام، اشتعلت به صفحة الباب، فصار ذلك المسمار حارا، صار أحمرا، ولما أن ركل اللعين الباب ما توقف المسمار إلا في صدر فاطمة الزهراء. وهذا المسمار بعد 50 سنة، بعد 50 سنة انقلب إلى سهم في صدر أبي عبد الله الحسين. لا تقول أنت واخذت مسمار وبتمشي، لا طبعا. فالتاريخ يعيد نفسه، هذا المسمار تحول إلى سهم في يوم كربلاء، نار الدار تحولت لنار في خيام أبي عبد الله الحسين في يوم كربلاء. لأن الروايات والأخبار والنقولات تشير أن الحسين عليه السلام كان أشد حالا في إخوانه وتأثرا برحيل أمه فاطمة. أزيد واحد تأثر هو الحسين عليه السلام. ليش؟ لأن يدري عنده شراكة، عنده قواسم مشتركة بينه وبين أمه فاطمة. ولكنه وقف على فقد الأم، وكان صعب عليه أن ينظر إلى أمه ممددة على مصلاها. هو ويا الحسن من دخله الحجرة على الزهرة
جلس الحسن عند رأسها والحسين عند رجليها، فقال الحسن: يا أمه كلميني، أنا ولدك الحسن. أقول الخطيب يوم عاشوراء يقول: يا عزيزة فاطمة. فقال الحسين: يا أمه كلميني، أنا عزيزك الحسين. رفع الحسن ذلك الرداء وإذا به يرى الزهراء ميتا. رحم الله من نادى وفاطمة، وراحوا راحوا ما وجدوا أحد يحتضنهم، راحوا للجامع إلى أبيهما علي وهما يمشيان ويعثران وهما باكيان. فتحا باب الجامع، نظرا إلى علي، قال: ما الخبر؟ قال: يا علي، لقد ماتت أمنا فاطمة. أمير المؤمنين، خليها في بالك، فارس ميدان لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، قاتل مرحب عمر، علي ما يثني الضرب لا في حرب ولا في قتال، الفارس إلى ضربة واحدة وخلاص. أغمي على أمير المؤمنين يوم سمع خبر الزهراء، رشوا على وجهه الماء، أفاق من غشوته، وعضدوا إلى علي. عضدوا إلى يعني واحد من يمينه والثاني من شماله، عضدوا إلى علي وحملوه إلى الدار، ودوا أمير المؤمنين إلى الدار. أنا ما أدري شلون كانت لحظة اللقاء بين علي وفاطمة، زوج وفاقد زوجته وبيدخل عليها أول مرة، ها؟ أول مرة من يدخل علي إلى الغرفة وينظر وما يسمع ونين الزهرة، ها؟ فتح علي باب الغرفة وجد الزهرة ممددة على مصلاها، انكب عليها وهو ينادي: وزهرة وفاطمة. إلى أن قضى وطر من البكاء على فاطمة، ثم مددها على صخرة المغتسل. أم غسلين، أم غسلين هذه المؤمنة، ومكفنين هذه المؤمنة. لكن علي من دخل يغسل الزهراء عليها السلام، وكان معه سلمان لجلب الماء، اتذكر وصية الزهرة: يا علي، لتكشف عني أثوابي، فإني طاهرة مطهرة. لكن أمير المؤمنين ما تمالك نفسه، صار يغسل الزهراء من تحت الثوب، وإذا بعلي قد خرج من المغتسل، راح إلى سلمان، قال: يا علي، توصونا بالصبر وتجزعون عند حلول المصيبة. قال: يا سلمان، لا تلمني، فإني لما غسلت فاطمة سقطت يدي على أثر ضلعين من أضلاعها مكسورين. رحم الله من نادى فاطمة. ثم أتم غسل فاطمة ثلاث عقد حتى يغطي الزهراء، يدرجها في أكفانها، عقدة مما يلي قدمي فاطمة عقدها، العقدة الثانية مما يلي خاصرة الزهرة. نقول: يا علي، لا تحكم العقدة، أضلاعها مكسرة يا علي. هاي العقدة الثانية والعقدة الثالثة حتى يغطي وجه الزهرة، لكن ما يصير يغطي وجهها. الأم إذا ماتت ينادون أبنائها لوداعها، للنظر إليها من نظرة الأخيرة. نادى حسن: حسين، زينب، أم كلثوم، هلموا لوداع أمكم فاطمة. ملا عطية يقول: لا، ينادي زينب ويجون كلهم أبناء فاطمة: قومي يا زينب فاطمة وادعيها وتزودي من قبل ما نوديها.
العتنا دي زينب المحزونة ريض النعاش يا ابوي لا تشيلونا خلوا اولاد الزاكية يودعونا وين الوديعة يا علي موديها داروا على نعش الزكية الزهرة يبكي الحسن وحسين يجذب زفر كلثوم تنطم راسها من الحسرة وأم المصايب وزينب عليها شاب حبيده أسمى لفت تصرخ وهي مذعورة فوداعت الله فاطمة يا الحور خبر النبي بضلوعك المكسور وقولي يا ابويا الدار هجموا عليها وقولي يا ابويا الدار هجموا عليها أتمك تكفين فاطمة ولما جن الليل صار في تشيع فاطمة لكن مشهد هو اللي كسر قلب علي أي مشهد هذا مو مشهد النعش النعش مرفوع اللي كسر قلب علي لما أن نظر إلى هذين الولدين اليتيمين الحسنين الحسن والحسين واحد منهم طايح والثاني قايم هذا اللي عور قلب أمير المؤمنين واحتضن الولدين إلى تشييع أمهم فاطمة وبيت الدعاء وإلى روح هذه العظيمة هذه السيدة خادمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من نظر أمير المؤمنين إلى ذلك النعش وقد حمل صار يكلم نعش فاطمة يقول يا شيال تشيل الناس ما تدري من تشيله فيك جنازة أم حسين يا شيال محمول هل شلت يا شيال جسم أم الحسن وحسين وشلت اللي ما بين الباب والحايط عصر هالشين وشلت اللي على الذرعان ضربوها وعلى المتنين وقفلي أبحكي وياك يا شايل المعلول شلت ضلوع مكسورة وشلت ضلوع مرضوضة شلت ضلوع مرضوضة وشلت ضلوع مكسورة وشلت عيون ملطومة ضواها من خسف نور يا وسفة على أم حسين عنت روح مقبورة وقفلي أبحكي وياك يا شايل المعلول أويلي أويلي وصل إلى شفير القبر وسامحني على التفصيل من يوم وصل إلى شفير قبر فاطمة عليها السلام صار ينشج أمير المؤمنين حتى ينزل الزهرة في قبرها متعوب والون يجرها على اللي العدى كسروا صدرها احنا ودمعاته نثرها ونزل عروسه في قبرها عشرين ما وصل عمرها نزل الزهرة أهال عليها التراب ورجع للدار لابد أنت تستشعر فقد والدتك
تستشعر فقد زوجتك، تستشعر فقد أختك. ها شلون يدخل أمير المؤمنين إلى الدار؟ أول دخول للدار من غير فاطمة. رد الحجر تا وحسين متخاصرين باب الدار، ونادى يا علي يا يام ما شلتون هالمسمار، هالمسمار يا كرار يتمنا وبعدنا صغار، وما بقدر اشوف الباب يا حامل حمشيل. وجت زينب ويم حسين وقفت تسجب العبر تنادي يا علي يا ياب خلنا نفارق الحجرة، هالمسمار ويا الباب سبت موتة الزهرة، وحيدر حاضن أولاده وفضة تصيح مذهول. ولأي الأمور تدفن سرين بضعة المصطفى ويعفى ثراها. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها أقضي حوائجنا، اشف مرضانا، فك أسرانا، رد غربانا، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. السعيدة المتوفاة من اجتمعنا لأجلها ولسببها، اللهم ارحمها برحمتك، أسكنها الفسيح من جنتك، لقها منك حجة وبرهانا، اللهم احشرها مع محمد وآله النجباء، واخلف على أهلها وعقبها في الغابرين، وعندك نحتسبها يا رب العالمين. إلى روحها وأرواح أموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات والعلماء والخطباء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.